عسلامتكم. اليوم نحاول نتواصل مع بعضنا في برنامج معرفة طيبة، إن شاء الله معرفة طيبة للناس الكل. سؤال اليوم يجينا من عند مدام لميا. هالبنوك الإسلامية ما كنتش نسمع بها، يا أخي جات متجددة بعد الثورة ولا شنو الحكاية؟ للإجابة على السؤال هذا معنا السيد عبد الحميد الشيحي، مدير الموارد البشرية بمصرف الزيتونة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة البنوك الإسلامية مش حاجة جديدة، وظهرت توا عندها أكثر من 40 سنة، وبطبيعة بدأت في البلدان العربية، البلدان العربية الإسلامية، حتى وصلت اليوم لبلدان آسيوية أوروبية كما ماليزيا، إندونيسيا، تركيا، إنجلترا وغيرها من الدول. اليوم نجم نقولوا اللي هي موجودة في أغلب جميع في أغلب بلدان العالم. اللي لاحظوها أنه في السنوات الأخيرة والحمد لله دخلت بقوة وجلبت اهتمام أغلب الناس اللي كانوا مش الناس الكل، وحتى البنوك العالمية بدأت تقدم في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، والرأوا اللي برشا دول تتنافس اليوم باش تعمل قوانين وتسهيلات باش تجلب البنوك الإسلامية عندها وفي بلدانها. وحتى من ناحيتها الحكومات والبنوك المركزية اليوم تقدم حلول إسلامية كما السكوك وغيرها. من ناحية أخرى بالنسبة لتحضير الإطارات والعاملين وتكوينهم وتدريبهم، برشا جامعات وأكاديميات عالمية بدأت تدخل في الصيرفة الإسلامية في برامجها الجامعية وتعطي في شهادات في الاختصاص هذايا. نرجع تولى تونس، الحق في تونس الناس ما كانش تسمع بها برشا الصيرفة الإسلامية وما تعرفش عليها حاجة كبيرة، خاطر قبل الثورة كان ظرف صعيب وما يسمحش باش نعرفوا بها البلية الإسلامية، وكان الخوف كبير من كل ما هو إسلامي والحديث في المسائل الشرعية صعيب شوية. الحمد لله الشيء هذا ما عاش موجود، وبعد الثورة المرحلة دي تعدات والمواطن التونسي اليوم حر كيفاش يتعامل وما شكون يتعامل، وأصبح الاختيار يرجع له اللي هو باش يتعامل مع بنوك إسلامية ولا بنوك تقليدية أخرى من غير ما يخاف من حتى شيء. بدأت فرص التعريف بها اليوم أصبحت متاحة للجميع، ولات فما ندوات مؤتمرات، وآخرها على سبيل الذكر ندوة مصرف الزيتونة المالية الإسلامية اللي مازال كي انعقدت وساهمت في تعريف بصيرفة إسلامية، واللي لاحظنا مشاركة عديد المواطنين التوانسة من المواطنين العاديين ولا أصحاب الخبرات في الميدان هذا، والعدد كان ما يقارب 1000 مشارك. هكا لاحظنا اليوم أن الناس ولات تخم بطريقة مختلفة، وأصبح التونسي ينجم يختار البنك اللي يحب عليه والمصرف اللي راه خير له واللي يتوافق مع قناعاته ويتمان له قلبه. إن شاء الله معرفة طيبة. يعطيك الصحة سي عبد الحميد. انتم زادة تنجموا تطرحوا أسئلتكم على الصفحة الرسمية لمصرف الزيتونة على facebook.com/bank.zaytouna.tn، وإن شاء الله معرفة طيبة.